ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله هنقترح عليكم واحد الحرشة سائلة معمرة كطيب في الفران، سهلة وسريعة. حتى حضرت الحشوة وقلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم. بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، بالنسبة للمقادير الحرشة نحتاج بيضة بحرارة المطبخ، نصف كأس زيت المائدة، ملعقة كبيرة سكر حبيبات، ملح حسب الذوق، نصف ملعقة صغيرة خميرة حبيبات أو الخميرة المعجونة، ملعقة صغيرة زعتر مجفف، ملعقة صغيرة الهريسة أو حسب الذوق، واحد ساشيت خميرة الحلويات، نصف لتر حليب، 400 غرام من السميد الناعم. بسم الله، نبدأ في الطريقة. نضيف الزيت على البيضة، نحرك، نضيف السكر، الملح، الخميرة، الزعتر مجفف، الحليب، خميرة، نضيف السميد الناعم شوية بشوية، نخليها ترتاح 5 دقائق. على بيد ما ارتاح الخليط ديال الحرشة ديالي، دهنت وجبت المقلة. ممكن تستعملوا المقلة، انا فضلت نستعمل هذا المول اللي كطلع القاعدة ديالو. دهنته بالزبدة ورشيته بسميد رقيق، نصب فيه نصف ديال الخليط ديال الحرشة، نصف الكمية ديال الخليط ديال الحرشة، ونسرح على المول، شحال ما خلينا هذا الخليط كيزيد يشرب، عارفين السميده كتشرب، داكشي علاش خليت شويه الحليب باش نعاود نزيدو على النصف الثاني باش نبغي نغطي الحشوه ديالي. كما كتشوفوا هنا عندي الحشوه، قلت لكم حضرتها من قبل، فيها بصله وحده مشلضه مع خيزوه كبيره، جوج قرعات صغارين والعطريه، الملح، الابزار، كمون، قزبر يابس، زعتر، معلقه سكنجبير، شحرتهم، نضيف معاهم كميه ديال الجبن المحكوك باش كتعلق لينا هاد العماره، وكمية أخرى غنديرها من الفوق وغنوزعها فوق الخليط ديال الحرشة. غنضيف عليها كورنيشون قطع صغير أو خيار مخلل، ونرش عليها زيتون مقطع دوائر، والكمية اللي بقات ديال الجبن المبشور. Thank you.
غنضيف الحليب اللي سبق ليا، على النصف ودابا غنوزع الخليط اللي بقى ليا، كنوزعو هكا بشويه فوق من الحشوه تتغطى لينا الوجه كامل. من بعد ما غطيت الحشوه كامله بالخليط غنرش الوجه ديال الحرشه بالسميده ونقاد ليها الجوانب على هذا الشكل. ودابا غندخلها الفرن مسخنه على درجه حراره 200، طيب من التحت هو الاول، نطفيه ونشعل الفوق. ما كتاخذش وقت كثير، ممكن طيبوها حسب البوطه الا استعملتوا المقله ديال الحرشه العاديه هذه. وهذه هي الحرشه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران، زينت هذا التزيين بسيط كيف ما كتشوفوا بقلوب من الفروماج ساندويتش، طوماط سوريز، وحبات ديال الزيتون الاسود. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه، راه سهله وسريعه، ممكن تحضروها للكوتي او للضياف، كتجي لذيذه وسريعه. نتمنى تجربوها ونتمنى تشجعوني وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء وتنخرطوا في القناه الا كنتو مازال ما نخرطتو.